ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. عاشت أستاذتان للتعليم الابتدائي بمجموعة مدارس إريانن الواقعة بجماعة النكور إقليم الحسيمة ساعة من الجحيم ليلة أمس بعد تعرضهما لهجوم مسلح في محل سكناهما من طرف مجهولين. ويتعلق الأمر حسب مصادر محلية بأستاذة متزوجة ولها 3 أبناء وأستاذة أخرى تشاركها نفس المسكن سمع صوتا يشبه صوت الرصاص ليقوم من نومهما خائفتين ليطلب النجدة عن طريق الاتصال بأحد سكان الدوار والذي تعرف على رقم سيارة كانت مركونة في محيط مبنى المدرسة قبل أن يلود صاحبها الذي كان مسلحا بالفرار. وفور وصول ذويهم غادرت الأستاذتان حيث قررتا التوجه نحو السلطات الأمنية لتقديم شكاية في الموضوع وعدم العودة لمزاولة مهام التدريس، خاصة وأن هذا الهجوم يعتبر الثالث من نوعه بعد الأول خلال السنة الماضية والثاني قبل أسبوعين دون أن تتمكن السلطات من وضع حد له. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.